السلام عليكم الخاوة، ها من الواقع، حنا لي جورناليست تاع الزنقة. ها جورناليست تاع الزنقة انتوما؟ اه السلام عليكم. سلام سي زاوني الصباح، انا نخدم الخوردة. هايلي هادي غير خوردة، ها راك تشوف خويا خوردة، ها شحال ندي فيها؟ ها عليك منها شحال ندي بهاد الخوردة؟ ها ندي 50,000 باش نتعشى. الفئة الهشة، جيت حقروا الفئة الهشة، هادي هي الدولة. واش نخدموا حنايا؟ واش داروا لك صباح؟ واش داروا لك؟ ها واش داروا لي؟ داروا لي سلعتي. اه داروا لي غير الشيفون، عمري اللي بي في على الشيفون. حقروك؟ ها اه معليش، وكلهم ربي. واش تقول السلطات العليا في هاد البلاد؟ ما كايناش كاع، ما كاين لا سلطات لا والو، كاين الحقرة في هاد البلاد. هاشتاق حقارين ليك زوا ولا شام يمو امي سيزيو فيهم وحوزوهم كاع عليه. هنا استغرب في المعتوه المدعو احمار بونيف، قال لك المراركة راهم يجيو الالجي على جال باش يديروا دراهم. المراركة راهم يجيو الالجي على جال باش يديروا دراهم، يعمروا شكاره دراهم ومن بعد يروحوا للمروك ويستثمروا. ها هو ولد بلادك هذا زوالي، نحاولوا الشيفون، نحاولوا الخرده، وعمروا له بي في. علاش عمروا له بي في؟ على جال راهو داير فراشه في الشارع، في شارع جنب حيط كاع، راهو رايب حالته حاله كما شفتوا في الفيديو. عمروا له بي في ونحاولوا الشيفون ونحاولوا هذيك الخرده وخلوه الله غالب. ويجي المعتوه المدعو احمار بونيف ويقول لك يا ودي المغاربه لازم على الدوله باش تطردهم، راهم يجيو يديو دراهم من الجي ويروحوا لبلادهم ويديروا لاباس. ياكو كانوا يجيو المراركه ويديروا لاباس عندك في الجي، ها هو ولد بلادك راهو ضايع بالشر. مسافات طويلة يقطعونها لجلب المياه باستعمال النقالة أو الحمير، وسعيد الحظ من يستطيع منهم توفير ثمن سهريجي المياه. سبع خطرات وست خطرات وأنا نجي نجيب في الماء بالبرويطة الحج، ما عندناش الماء في الدار ودراهم ما عندناش باه نديو الماء الحج. اللي يقدر يشري سيتيرنا يشري، اللي ما كانش كما راك تشوف في هذا دوك في البرويطة ويجري العين هذه تاع الجماعة. واك تشوف المعاناة ورانا نجيو حتى لهنا يسمى الدوار هذا تاع الكيكبه باش نعمروا الماء، حاشاك على الدواب والميزيريا تشوف فيها. ولو كان ماهيش العين هذه اللي راك تشوف فيها هنا، وكاينه واحد العين راهي الفوق كيما الجامع، لو كان الناس راهم ضاعوا من الماء. غياب الماء يعني الحنفيات لعدة شهور. ما من نهار عرفة ما جاناش، أحسن من عرفة لليوم شحال. جابونا من العيون، نذكر راه في مدة 4 أشهر ولا 5 أشهر زعما من اللي مشى هذا الماء هذايا، عطاونا 4 مرات. والله العظيم راسي راهو دار الإيرور.